السؤال العاشر من مجموعة من الأسئلة اختبار القدرات، 5 أمثال عدد يساوي 25% من 120، فما هو العدد؟ ما نعرف العدد نقول سين، إذا 5 أمثال عدد هو 5 سين بيساوي 25%، يعني 25 على 100، من 120 يعني ضرب 120، إذا هنا 5 سين بيساوي 25 على 100 اللي هو ربع، نبسط ضرب 120، إذا 5 سين بيساوي هنا طبعا بسط المقام في المقام، 1 في 120 120 على 4 وبيساوي 30، إذا 5 سين بيساوي 30، قسم الطرفين على 5، إذا سين بيساوي 6، إذا قيمة العدد هو 6.